الخبر الاول اللي عدنا عن نور ستار وكشف الهواي من الحقائق، فانا شايب نزل مقطع على حسابه بالتيك توك، وهذا المقطع يا حبايبي كان يسال نور ستار اسئله محرجه، واللي هو هل هي هتان على علاقه حب حاليا؟ وصل ما يا حبايبي ان هي جاوبت لا، ما هم على علاقة حب. وبنفس الوقت نور ستار صار تفضح انس شايب وبيسال ان هم يحبون بعض، راح يفتحون قناة عائلية. وشوية اسئلة خطيرة نور ستار راح احطكم الستوري او المقطع شوفوه. اوكي حبايبي، اول فيديو على التيك توك راح احكي فيه بصوتي. راح اسأل أنا اول مرة عم يسمع صوتي. اول مرة فكرت اسئلة مع نور ستار لاول فيديو. هذا الفيديو اللي حاندم عليه. راح تندم عليه. نور، هل في علاقة بينك وبين هتان؟ علاقة حب؟ لا. طيب انت يعني اول مره بشوفك كثير حبيتي شاب وكثير بتتغزل فيه. ما جاوبتك قلت لك لا اول مره. هلا الدرجه حلو هو الثاني يعني مش طبيعي حلاوته بجنن اكيد. ليش عم تضحك مبسوط؟ طيب الولد. اوكي لا تحيه للثاني. ولد الشاب ولد الرجال الزلمه يعني هل يمكن يوم الايام تعملوا قناه تسموها فاميلي وتجيبوا هيك بس انت وبيسان تعملوا قناه تسموها فاميلي؟ لا. ننتقل حاليا شاهد وسمد ووصول قناتهم اليوتيوب ل 7 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك، اقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب نتباركوا لهم الكومنتات على هذا الانجاز الخرافي. ننتقل حاليا ليارا مارو ومريانا غريب، وتنزلهم لهذا الستوري قاعد يعلنون من خلاله انه راح يصورون مقطع ويا بعض، راح يكون اشاعات سمعناها عن يارا مار. ترى كانت كل اشاعات طلعت حقيقه، مقطع نار شكله حيكون، شوفوا الستوريات. انا مع مريانا زمان ما شفتها. اكتبوا لي هون بالبوكس اشاعه سمعتوها عن يارا. بسرعه بسرعه بسرعه. روح حاليا لبيسان تكيد وبث المباشر لفتحته والاسئله الناريه اللي سالوها اياه. بالنسبه لاول سؤال سالوها، فهل هي راح تطلع من فريق ففنبو؟ اللي راح اعطيكم اللقطه شوفوا شنو جاوبت. بدك تطلع من الفريق؟ يعني انا ماني مفكره بهيك شيء وما بحب اعمل هيك شيء. انا ما بعمل يعني ما ببعد عن حدا الا او ما ببعد عن اي شيء كان الا لحتى اكون انا كتير 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 تعبني هذا الشيء. يعني اذا كان شيء بحبه وانا بحب الفريق. بالنسبه لثاني سؤال فسالوها، هل هي تحب نور مار؟ الصراحه الصدمه، قالت انه يبي يتحب. راح اعطيكم اللقطه يا حبايب شوفوها. بتحبي ررررر اسماء يعني اوكي راح اذكر اسم. بتحبي نور مار؟ انا ما يعني ما بكره حدا، خاصه اي حدا كان بيتعب على محتوى مثل نور مار، حتى يعني بيتعب على محتوى وبيشتغل وبيصور هيك يعني حدا ناجح يعني موصل لهيك عدد ما شاء الله عنه. يعني إذا أنا كرهته ولا حبيته ما حتفرق معاه لأنه شخص ناجح، ولأن ناجح لهذا السبب هو لا لازم يكون أكتر يعني أكتر من هيك بكتير عددنا. بالختام عن قمر الطائي وردها على نور مار، فاللي شاف المقطع امبارح يا حبايب إنه نور مار فضح قمر مار، ويعرف انه نشر لها واحده من الصور اللي تثبت انه قمر ونور شان علاقه حب، وحطيت لكم الدليل انه هذه ايد قمر وايد نور مار كانت من داخل السياره، اللي هي شات رساله من نور مار اذا راح تصوروا يا ايم وهم راح يفضحوها راح يطلعون كل علاقه الحب اللي ما بينهم. لكن قمر الطائي ما سكتت وانما ردت بقوه يا حبايب عن طريق ارجاعها للصور القديمه اللي كانوا حاذفيها فريق نور مار، رغم اللي ذكر هذه الفتره يا حبايب انه فريق نور مار كان يقول على اساس هذه الصور هي ما محذوفه وانما الانستغرام هو اللي حذفها مو هم اللي حذفوها. فبهذه الحاله يا حبايب طلعت انه نور مار شخص جذاب هذيك الفتره، وانه هذه الصور موجودة وهي رجعتهم. نوعا ما هي رد اذا انتم راح تفضحوني انا راح افضحكم وراح افضح ان انتم كذابين. صراحة الرد ناري كان من قمر الطائي. ما ادري صراحة ان شاء الله ما تنقلب الدراما بينها وبين نور مار، لان هذا الشيء راح يصير بلبلة مو بشكل مو طبيعي يعني بالسوشيال ميديا. فاكتبوا لنا بالكومنتات انتم يا منو، ويا قمر الطائي ام ويا نور مار؟ وبس والله انها صارت المقطع. اسف يا حبايبي شوية صوتي كلش مريض، بس ان شاء الله الفترة يعني اصير زين، بس ما حبيت اقطع عليكم. المهم اني احبكم هواية وبس، مع السلامة.